مرحبتين ابو محمد. مستمعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي، الشوط الذي ذهب مع سعادة حمد بن سالم. نقدم التهني والناموس الى السيد، الى سعادة حمد بن محمد الجنيبي، سجل حضوره بهذا الصباح الجميل. نرحب بالشوط السابع في مجموعة الأشواط، والشوط السابع يحمل بكشوفاته القعدان المحليات الأصايل. تمنياتنا بالتوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين. نتقدم مع المركز الأول، ناخذ المركز الأول جلاد. في المركز الأول هذا هولان قدلان، قدلان أحمد بن سالم بن فاضل بن سعيد الاكتبي يتقدم المشاركين. نقله مع المركز الثاني، المركز الثاني برق للسيد السبع بن سليب بن محمد الساعدي. المركز الثالث، المركز الثالث وصول من قبل مرسال حارب بن مفتاح بن حمد النيادي. المركز الرابع، المركز الرابع متواجد الآن اللي هو البارق أحمد بن محمد بن عوضي المنهالي. المركز الخامس، المركز الخامس وصولا من قبل سراب عبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهرة الخيلي، والمركز احتل المركز الخامس. المركز السادس من الزاوية الثانية وصولا من قبل الآن هذا منذر سيف بن محمد بن خبوشة العامري يحتل المركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع الآن هذا مخلاب عبد الله بن عبيد بن شافي العامري احتل المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن كم رقم هذا؟ المركز الثامن اعتقد 18 هذا بيان السيد سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز احتل المركز الثامن. المركز التاسع، هذا المركز التاسع اللي قادم الان هذا هو للسيد خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي واسمه همام. والمركز العاشر شاهين احمد بن نصيب الويع العامري. هذه النتيجه للعشره المراكز المتقدمه الأولى، ولكن تقدم هناك بعد ما عدينا العشر المراكز الأولى نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام القعدان الثنين اللي فردن انفراد كامل عن بقية المراكز. يتقدم المشاركين بهذا الشوط اللي هو جذلان، هذا هو جذلان الآن يتقدم المشاركين قذلان بمقدمة هذا الشوط للسيد أحمد بن سالم بن فاضل بن سعيد الاكتبي على مقدمة الشوط. هذا اسمه حفلان، اسمه حفلان، طلعت لنا الرؤية حفلان. يتقدم القعدان حفلان بمقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مرسال حارب بن مفتاح بن حمد النيادي. الله يا سلالة حفلان وسلالة مرسال على مقدمة الشوط، يتصدران القعدان بفارق ما شاء الله حوالي 100 متر عن بقية المشاركين. نتأخر مع المركز الثالث، وصلت الأسماء قادم بقوة. هذا هو الآن وصول من قبل مخلاب عبد الله بن عبيد بن شافي العامري، والمركز احتل المركز الثالث. المركز الرابع شاهين احمد بن نصيب بالويع العامري. المركز الخامس وصل هنا الغدوم من قبل برق السبع بن سليم الساعدي. المركز السادس هذا اللي واصل مياس عبد الله بن مطر بن محمد النيادي احتل المركز السابع أو المركز السادس. المركز السابع قدوب يا سلام، هذا هو وصل منذر سيف بن محمد بن خبوشة العامري. المركز الثامن قادم الآن همام خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع قدوم من قبل الآن اللي هو قادم الآن
الطاقي للسيد حمد بن صالح بن محمد بن حطم العامري والمركز العاشر. خلاص روح يا ابو عمران. هذا العاشر ظبيان سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للعشر المراكز المتقدمة الأولى، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام اللي مسيطر الآن، لا زال في المركز الأول. هذا هو حفلان، حفلان يقود الجعدان يقدمه أحمد بن سالم بن فاضل بن سعيد الاكتبي، ولكن بدأ التغيير. الله اللي غير الآن، مرسال حارب بن مفتاح بن حمد النيادي. النيادي راح عند لائحة الإعلان الكيلو المتر الأخير. يا النيادي يا راعي مرسال، مرسال الآن يتصدر المشاركين. مرسال حارب بن مفتاح بن حمد النيادي يتقدم المشاركين، يسيطر على مقدمة هذا، ولكن عاد حفلان. مرسال، نعم حفلان يحاول، ولكن هذا هو الآن يتصدر المشاركين اللي هو حفلان. أحمد بن سالم بن فاضل بن سعيد الاكتبي راح بناموسي هذا الشوط، ومرسال وحفلان ويتبادل بين القعدان، ولكن بنقول خلاص، بنقول حفلان. وين الوصول؟ وصلت القعدان يا راعي حفلان، وصلت القعدان يا راعي حفلان على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، هني الغدوم بخلاب عبد الله بن عبيد بن شافي، وهني الغدوم من قبل الآن التغيير من قبل همام خليفة بن سلطان بن رشيد بن رشيد السويدي. همام 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 يتصدر، والمحاولة من قبل مخلاب. مخلاب عاد سلم، مخلاب سلم بالناموس عبد الله بن عبيد بن شافي العامري خلاص. عمار وعمار يا مخلاب، سلالة مخلاب، هذه السلالة الشاهينية اللي تثبت وجودها. تهانينا والناموس عبد الله بن عبيد بن شافي العامري. المركز الثاني سيد خليفة سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث عشرة. المركز الثالث السيد محمد بن طوير بالمر العامري اللي هو ذاهب أول ذا على المركز الرابع. المركز الرابع للسيد عبد الله بن مطر بن محمد النيادي مياس. الخامس وصل في الآن اللي هو توقيت الزمن الآن 7:57 سجل مخلاب عبد الله بن عبيد بن شافي العامري. تهانينا والناموس. المركز الخامس 24 هذا سمران حمود بن طويرش الوهيبي، هذا احتل المركز الخامس. عدينا التوقيت الزمني وعدينا توقيت مخلاب، سلالة مخلاب اللي فيها الظن مخاب، هذا اكيد سلالة مخلاب العاصمة.